محلى قدك. بونجور. بونجور. اليوم في محلى قدك باش نحكيو على التوندونس الجديدة واللي هي الفيرني اون سبراي. مي قبلها اخترت لكم اون فيت اون بتيت استيوس تنجمو تعملوا بها فيرني ديزاين. بلا حكينا بالعربي فيرني اون سبراي قلنا فيرني بالفشفش. فيرني بالفشفش هذه حاجة جديدة راهو. هذه حاجة جديدة. فوالا هذه حاجة جديدة اون فيت نزلت وسط الشوتون. ما يفهمش معناتها سبراي نفسروا له قولوا له فشفش. مو هاني جايتك عادة. ديجا قبلها فما استيوس أخرى. قلت. دونك لاستيوس اللي اخترتها لكم حلوة وسهلة برشا نجمو نعملوا بها ديزاين في الضوافر من غير ما نخسروا برشا فلوس جوست ناخذوا دونك درجين اكثر من الوقت اللي مستنسين ناخذوه للفيرني. شنو لازمنا نحضروا؟ الباز ترانسبارون اللي يعرفوه نساء الكوليكيا. ناخذوا زيد مانيكور يكون الكولور نتاعو فاتحه شويه ماء ديسولفون اللي هو اللي نحيو به الفيرني وناخذوا باتوني ورقه جريده مكتوبه والا اي ورقه مكتوبه بجويت. دونك نجيو للابليكاسيون تاع الابليكاسيون من الاول نعملوا الباز الترانسبارون بعدا نعملوا دو كوش نتاع الكولور الفاتحه اللي احنا اخترناها بعدا ناخذوا الورقه هذيك المكتوبه ونقصوها على قد سكوتش عرضها قد سكوتش ومن بعد ناخذوا الورقه هذيك نحطوها في الماء والا نحطوا ضوافرنا احنا في الماء نبلوهم ونحطوا الورقه هذيك على الظفر نتاعنا وناخذوا الباتوني من فوق نعديو بها على الكتيبه اللي فما في الورقه. دونك شوف يصير الورقه باش تطبع الكتيبه هذيك على الظفر نخليوها تشيح شويه ومن بعد نزيدو نعملوا فوقها الباز هكاكا نتحصلوا على ضوافر فيهم كولور اللي نحبوا عليها احنا ومن فوق فيها ديزاين اللي هي الكتيبه اللي اخترناها. حاجه سامباتيك ما تاخذش برشا وقت وما تاخذش سورتو فلوس وما ترسيناش نمشيو للاستيتيسيان باش نعملوا الحكايه هذه. نجي توا باش نحكيو على الفيرني سبراي ولا الفيرني فشفشه. هو افيكاس برشا سورتو للناس اللي ما عندهاش وقت ولا ما عندهاش وسع بال الفيرني سورتو كنسي اللي يعني يغسلوا المعون وي 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 عندهم مشكله اللي هما ترسيلهم كل نهار غي بنهار ولا كل نهارين يعملوا الفيرني. هذه حاجه ماهيش برشا معناها تفرح النساء خاطر تاخذ برشا وقت وتحب لها برشا وسعبه. دونك شعملوا جاو اخترعوا لنا الفيرني سبراي اللي هي دبوسه فشفشه كيما ديدورون باغ اكزومبل فيها بلوزور كولور. شنو لازمنا نعملوا؟ جوست تمد يدك تفشفش فوق الصوابع تخليها تقريبا حكايه 20 سكوند ولا 30 سكوند يعني 20 ثانيه ولا 30 ثانيه من بعد جوست تمصمص يديك. شنو اللي يصير؟ الفيرني يقعد في وسط الضوافر نتاعنا ويتنحى باليدي فوالا ونتحصلوا على الفيرني اللي ما يخص ديجا برشا وقت باش يشيح اون بلوس حاجه افيكاس على الاخر ما تاخذش برشا وقت. التوندونس ماشيه برشا في انجلترا والبرودوي معناتها ابروفي اللي هو ما يضرش وما يعمل حتى شيء معناتها ما فماش مشكل لا في الجلد نتاع اليد. جوستمون البرودوي هذا خرجوه ديجا في نوفمبر لبرا ونورمالمون ديسي معناها العام الجديد نلقاوه موجود في تونس ان شاء الله. حاجه كيما هكا باهي راهو تعرفوا ليه نربحوا الوقت. لو انت كتجي هذه تاخوها تعملها ناخوها اني مغرومه برشا بالضوافر راهو ما عندكش فكره. جات قبل بيريود خرج المانيكور اللي كي تحطو يظهر كانه مقشر الناس كل كي من الاول ما عجبتهمش الحكايه يبدعوا في الامور تاع الفيرني يبدعوا من بعد الناس كل كي ولاو يعملوا فيها. ولا عندك سؤال؟ سمباتيك الحكاية متاع شفتو تاخذ سهلة وبخاتيك وسورتو تربح الوقت وتربح الفلوس ظهل تربح الفلوس خاطر ما نستحقوش إن شاء الله تطلع في شفشة دي مش غالية نتصور من الأول تكون غالية بصراحة معنا نتصور أي حاجة جديدة تبدأ غالية من الأول. ولا على كل هذه نصيحة اليوم والأسيوس متاع اليوم في محلى قدك. عطيك صحة يا مانيلا محلى قدك اسمه مزيان.